بمناسبة المشاركة التاسعة في الألعاب البارالمبية، يعول الوفد الجزائري على حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات في دورة باريس 2024 بتعداد قوامه 26 رياضياً. أنا جد متفائلين بأبو ريزولتا، يعني مؤخرا في البطولة العالمية اللي جرت في طوكيو شفنا تحسن مردود الرياضيين. احنا إن شاء الله على الأقل نحافظوا على المكسب هذاك ونكونوا في المستوى باش على الأقل يكون التكامل تاعنا اللي نقدموها لوزارة الشباب والرياضة نوفوا بها إن شاء الله. وحدة جلال صافية ولا اسكندر صيفي سيدي نون والد فرحاح مهيدب بقى سيدي نون اللي احنا معولين عليهم وراهم يعني راهم في ظروف جد وحسنه اي سون تري موتيفي ان شاء الله بوتيت اون اتون اون سوربريز من النواج دركا ربما في هذه المجموعه يكون مفاجاه تاع رياضي اي بوتيت لو بوديوم سي فو فو رابلي لو بوديوم 3 دو لالجيري. بهدف تحقيق أفضل النتائج، أجرت العناصر الوطنية عديد التربصات التحضيرية لبلوغ الجاهزية المثلى في بارالمبياد باريس. لازم نعيشها باش نأكد لكم باللي كل الإمكانيات اللي طلبوها الرياضيين تاعنا ولا لو ستاف ميديكال ولا ستيكنيك يعني رافقناهم يعني بعد مساهمة وزارة الشباب والرياضة يا طايم دوسي اللي طلبنا اون بريز اون شارج كي ايتي ريفوز، يعني ناكد لك باللي الامكانيات كانت جد متوفره. وكما جرت عليه العاده في الدورات البارالمبيه السابقه، ينتظر الجمهور الرياضي الجزائري تالق ذوي الهمم خلال 12 يوما من التنافس في العاصمه الفرنسيه.